كتكتب ملي سمعتها جوج اللي صادره في 2007 كيهضر على هادشي ديال الشكايات وكيهضر ممكن تقدم بشكل شفوي هي اللي تبدا قبيله في العرض ديالو تقدر يقدمها شفوي بمعنى اخر انا المشكل حاليا ماشي في المواطن كيفاش قدم الشكايه ديالو ولكن المشكل في الصعيب او الصعوبه ديالها في الاداره والاخوان اللي داروا واحد المجهود جبار باش يقدروا ينزلوا هذه الاليه هذه لعند المواطن اعتقد جميع المواطنين كمشروع كبير الاخوان اللي بدوا فيه واحد المجهود ماشي سهل مجهود جبار والمواطن كنظن بشويه ديال العزيمه يتفاعل معها بشكل سلس وشكرا.